السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. معنا هذا العود الجميل، يعني هو للمبتدئين في التعليم او في مستوى يكون متوسط. عود جميل من ناحية المواصفات او الشكل، ومقاسات يعني متوسطة، عود ليس كبير وليس صغير، يعني عود يعني جميل جدا. بهذا الشكل، إذا نحاول أن نسمع صوت هذا العود. الكرام، وبهذه يعني النقوش أو الزخرفات. لمن أحب هذا العود فليتواصل معنا على الخاص عن طريق الواتساب أو عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الاتصال مباشرة.